إحنا في مجتمع إسلامي، المجتمع الإسلامي هو من أوجد حقوق كبير السن، من واجب احترامهم في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويحترم صغيرنا، إذن الاحترام موجود. التقنيات هذه والدولة أيدها الله بتحاول جل جهدها إنها على الأقل توضع نوع من التنوير للشباب الصاعد الجديد عشان يراقبوا الله في كبار السن ويعطوهم حقوقهم. ولو إنه الدين الإسلامي عمق هذا الفكر وعمق هذا وعمق الحقوق قبل ما يتكلموا أي أحد، إحنا في ديننا الإسلامي الحق للكبير فوق ما نتصوره.